مرحبا يا شباب. طبعا شاشة فيستيل 32 بوصة LCD، تمام؟ مثل ما لكم شايفين بتكون الصورة نظامية، بيطلع هيك خطوط في العرض، تمام؟ هكلنا رح نفك ونشوف من شو المشكلة. طبعا هي الموديل الشاشة أصدقائي، شايفين شباب؟ كلنا هلا رح نفك ونشوف شو العذر ونشوف المشكلة ومنكافيكم بالفيديو الثاني. اخوكم ابو منير، اهلا وسهلا بالشباب. طبعا هي الشاشة شباب جاهزة، كان عم يطلع لها خطوط في العرض، تمام؟ فيستيل 32 LCD، طبعا هي الماركة تركية. طبعا هون هذا اسمه كارت التيكون، مثل ما لكم شايفين منجيب هون عازر ومنعزل، يعني هاي بتجي نايلونة صغيرة من قصة على مقص، ومنجرب نبدأ من الأول لهون. المهم آخر شي لزقنا هون، أحيانا بتلزق من هون بتعطي خطوط بيض، أحيانا بتلزق من هون بيروح البيانات. المهم لزقناها هون من هالطرف، تحسنت وما تم الخطوط. طبعا هاي الورقة أنا لزقتها عليها لأنه كارت التيكون بيجي هون تحت الحديدة هون بالصاجة، بيجي هون و يعني ما هو مبين، بقى حطيت هون ورقاي كارت منشان إذا دق بالصاجة وكذا ما يصير تماس، لأنه بدنا نحاول، تمام شباب؟ هاي صورة الشاشة، هاي كارت التغذية، كارت الانفلتر، كارت السيستم. طبعا عم بطلع لها خطوط في العرض. طبعا هاي صورة الشاشة، واهلا وسهلا بالشباب، اخوكم ابو منير. طبعا منجربه من عيفة عنا يوم كامل في المحل، يعني شغالة ومنجربه منشان لانه هاد العزر الخطوط بيجي من الشاشة، تمام اصدقائي؟ واخوكم ابو منير، واهلا وسهلا بالشباب.